عليكم، كيف بقيتوا؟ مزيان على خير، نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم هذا نصور لكم بعض الحويجات اللي وجدوا لنا. احنا باقيين حقيقه مازال ما وجدوا لنا بزاف الحوايج، بغينا فقط باش ما تنساوناش نصور لكم واحد الموديلات اللي هما عاد ساليناهم وتاخذوا فكره ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى ايضا تدعمونا بالاشتراك ديالكم وباللايك وبالتعليق ديالكم وتبارطاجيو باش يوصل بزاف ديال الناس. هانتوما معايا باش نشوفوا هاد الموديلات هادو اللي وجدنا. غنوريكم الجليبه ديالي، هذه الجليبه اللي بغى يخدم هذا الموديل هذا براندا، حتى هو كيجي مزيون. هذا على جوج شعرات اللي بغى يخدمه. هذا داير القميص بالالوان، بغيتو ديروا القميص سامبل يعني كتجي هذا سوستي كيجي زعما كتبدلي به. بغيتي ديري قميص مزوق، بغيتي ديري قميص سامبل من التحت، وانت كتبقى لك جليبه بحال لبستي جليبه اخرى. ملي كتبدليه القميص كيبقى لك بحال بدلتي جليبه. هذا انا دابا لابسه قميص مزوق. المهم بغيت نوريكم الموديل اللي ما كنبغي نوريكم، حيت الجلابه اللي صورت بها الفيديو اللي قبل راه جاتنا عليها الخدمه، قال لك صابوها لنا بحالها. علاش بغيت نوريكم ثاني باش نجيب عليها الخدمه؟ يلا كما كتشوفوا حيت جاتنا الخدمه من الجلابه البلومارين، بلومارين عند الطريزه. راه شافوها في الفيديو، قال لك اودي صايبوا لنا شي ناس، قال لك صايبوا لنا بحالها بالطريزه باليد. رانا خدامين فيها ان شاء الله، منين توجدي هو اللون اللي مبدل، اللون والثوب اللي مبدل، ولكن الطريزه راه عجباتهم. هذه بالسوسدي وبالراندا، ديما الراندا كتبقى في الصيف ولا كيجليبات خفافين هكا للخروج ولا شي حاجه كتجي خفيفه هكا، والخدمه اللي خدامه المراه اللي خدامه وهذا كتجي جليبه اللي هي خفيفه وعمليه. بالقميص ديالها نفس الخدمه، لا القميص ولا هذا ولا الجلابه بالقرميطه. القرميطه كما كتشوفوا التدريس، مهم كيبقى داكشي كل واحد وكيفاش كيبغي الخدمه. الجلابه مهمه، الجلابه هذه عمليه كتجي خفيفه ومزيونه. ها نتوما معنا باش نوريكم موديلات اخرين. غادي نبدا لكم بهذا الموديل هذا. هذا واحد السيده بالقميص كما كتشوفوا في بلوسيل، القميص ديالو في الصومو. هاد الموديل هذا كان دارج في شهر شعبان، مهم كان هاد الموديل هذا بالقميص، كان هو داير ضجه في الانستغرام وعجبها السيده، جابت لنا صيفطت لنا الموديل وحنا صايبناه على بحال. بالتخراب والطرز الرباطي بالسفيفه حتى لتحت، حتى الضفيره حتى لتحت، والقميص حتى هو مخرب كما كتشوفوا، حتى القميص ديالو مخرب، والجديدات كذلك ديال القميص حتى هو مخرب. هو ماشي بحال الجلابه بالقبه، القميص ماشي بالقبه كما كتشوفوا. القميص جاي زويون، الجليبه جايه مزيونه مايدبه، اللون في اللون ما ندخلش عليها الوان. موديل جديد، هذا الموديل هذا جديد كما كتشوفوا. حنا ديرنا كما ديما كنقول لكم، اي موديل بغيتوه ديروه نديروه ان شاء الله على حسب اي واحد شنو كيبغي. هي بغات السيده هذا الموديل هذا، بغاته هذه الموديل هذا بالطرز الرباطي، وعنده هو القميص بالشبيكه هكا دونتيل. دونتيل هذا النوعيه زوينه، هذا الدونتيل هذا ماشي هذاك الرقيق، هذا بوحدو هذا النوعيه ديالو مزيونه، كيجي رطب ماشي حرش، واخا تلبسيه بوحدو هكا من تحت كيجي رطب ماشي حرش، داير بحال القطن. الطرز الجليبه بالطرز الرباطي منبته، والقميص كيجي فايت الجلابه في الطوله، باش كيجي الجلابه راه جايه ناقصه محيط كما كتشوفوا. دابا لبسوها المانكا كما كتشوفوا، موديل زوين صراحه، موديل كيجي زوين في اللبسه، كيجي مزيون. البلونكاسي هذا ياك، البلونكاسي مع الكحل البيض كيجي في اللبسه يعني بزاف، فكرنا نديرو هاد اللون هذا بلونكاسي. المهم نتوما شوفوا الموديل، واللي بغى هاد الموديل هذا يدار في اي لون. المهم حنا كنوريكم الشكل وصافي، الطرزه طريقه الطرز، الطريقه كيفاش كاين. هاد القميص هذا بالطرز الرباطي، وبالراندا، الراندا كي كنسميو هاد الراندا هادي القرميطه، وبالطرز الرباطي رقيق البلدي القديم. المهم حنا كنوريكم موديلات، وانتم اللي عجبكم اي موديل كنخدموه ولا شي حاجه، اي موديل نتوما اللي بغيتو راه حنا نديروه. باش كتشوفوا الطرز هذا، الطرز الرباطي عندنا كذلك. هذا الموديل هذا
انزعجوها راه الموديل هذا اللي لبست دنيا باطن ما ديرنا بحالو، هو اختارينا في هاد اللون هذا. القميص هذا كيجي في اللبسه زوين، ودابا تشوفوا له كيفاش الشكل ديال الكتيفات، بحال الموديل نتاع لبست مؤخرا دنيا باطن، داك الخضيضر نفس الفصاله ديرنا له. ايهم اللي بغى هاد القميص هكا، دا اختيار الالوان كل واحد وكيفاش كيبغي لون القميص كيفاش يلبسو، وما اختاروا هاد اللون هذا. هو كيجي في اللبسه زوين، الفصاله ديالو فنه كيجي في اللبسه كما كتشوفوا، ماشي فراشه، ما كيكونش عنده الكتيفات هنايا. باش كيطوالوا اليدين كنزيدوا هذاك الطرف باش كيجيو اليدين طوالين، اللي كيبغي يقصر ما كنزيدولوش. هذا موديل صغيور ديال البنيتات، اللي بغى البنيتات هكا قميصين هكا خفيفين صغيورين، نفس الموديل هذا صغيور خفيف نتاع البنيتات الصغار. المهم ما باينش اللون ديالو، راه باين اللون زيتي هذا تاع جوهره، واخضر ملكي هذا. البنيتات الصغيور اللي كيبغي يدير وليداتو هكا قميصين صغيورين. شنو عندنا اخر؟ كذلك هذا واحد الشكل اخر، هو بحاله ولكن هذا جبلي، حتى هو البنيتات الصغيور يجي كتيفات طايحين هكا، هذاك حتى هو كيجي زويون في اللبسه. المهم هادشي اللي عندنا ياك، هادشي اللي واجد، مازالين اخرين وكاينين حويجات اخرين ولكن مازال ما كملناهمش، باقي من الفينيسيو. هذا ايضا جوهره، هذا عندنا وخل الناس كان نوريو الجليلبات ديما كيبغيو الناس يشوفو، كيكون الناس عاد جداد دخلوا عندك ما شافوش الموديلات كنبغيو. هذا بجوهره، سبقنا صورنا ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفي يا الغزال فاطمة. كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال.
نقول لكم نتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى ايضا تدعمونا. دائما كنقول لكم دعمونا بالاشتراك ديالكم وباللايك. بالنسبه للناس اللي اتصلوا بينا شافوا الفيديو عند بشرى واتصلوا بينا، راه اتصلوا بينا واحد العدد، كاين اللي جاوبناهم كاين اللي ما جاوبناهمش، يعني سمحوا لنا. المهم اللي عطيناه حيت راه ما عرفوش، عندنا شي وحدينا راه ما عرفوش، اي ما عندناش القناه، رانا كنحطوا الموديلات في القناه، يعني كيقول لك صوروا لنا، وهذا ما كيصلحش تصوري لكلشي وتصافطي لكلشي. فحنايا كان اللي خدمناه كنصوروه وكنحطوه في القناه، عندنا الانستغرام كنحطوه فيه. اللي ما جاوبناش يسمح لنا، واللي جاوبناه نتمنى يعجبوا الموديلات ديالنا. وهذا اللي كان، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.